جديدة من سبوتلايت. جبنا لكم مشاهير هنولعها ويمكن كمان ننزل إيطاليا. هاي أنا حبيبة. في حلقة اليوم مقابلة مع مقدمين برنامج الـ WWE الجديد ولعوها. ولعوها هيشارككم بمحتوى ترفيهي يجنن لكل فانز المصارعة والـ WWE، وهيقدم البرنامج المذيع معين البستكي وزميلته ناتلي مامو. معين وناتلي اتكلموا معانا عشان نفهم منهم ايه النظام بالظبط. معين وناتلي، يعني سمعت ان انتوا جايين تولعوا لنا المكان النهارده. انتوا اكيد ليكوا في المصارعه ولكل الشخصيات، مين افضل شخصيات بالنسبه لكم؟ بتحبوا مين؟ سوبر ستار اللي دائما انا كنت معجب بطريقه خرافيه هو الاندرتيكر. الاندرتيكر من صغري هو كان ذا فينوم ذا ديد مان. اشمعنى الاندرتيكر؟ عندك ناحيه غامضه شكلك. ما هو انا لاعب خفه، اللي ما يعرف ما يلبسكي بتخصص العاب خفه. والالعاب الخفه معروف عنها الغموض والداركنس، فاندرتيكر كان يعطيني هالغموض. حتى في كثير من البرامج اللي اطلع فيها بلوك الاندرتيكر. لا قبل ما نكمل العاب الخفة، ساحر معانا، ساحر على الترابيزه. طب لا، يبقى انا عايز اشوف حاجه. قاعد احاول. اباش ترجعيني ذاكرتك، ارجعي بذاكرتك ورا. ارجعي ماما. ارجعي في البيت. لا مش في البيت، خلينا نقول ايام المدارس. بلاش البيت، ارجعي لايام المدارس وارجعي. ياه، ايوه، غمضي عينك عشان تعيشين. انا بعيش اللحظه اهو. وارجعي ل، خلينا نقول، صديقه من صديقاتك الايام. أوكي. الطفوله، هي قاعد تغمضي عينك تخيليها قدامك بوضوح، لا تقولين اي شيء، بس تكوني في مخك. صديقه من صديقاتك في ايام الطفوله قاعد تتخيلينها. اوكي، قاعد تلعبون مع بعض، بس ركزي معي. اول حرف من اسمها، بس اول حرف من اسمها شو؟ في. أول حرف من اسمها؟ في فور فندتا. لا، في. فكرتك رح ترسمها أنت هلا. في، أول حرف من اسمها في. إيه ده؟ إيه ده بجد؟ إيه ده، عارف إزاي؟ غمضي عينك. لا، الله يكون في عونك. غمضي عينك، تخيليها. تخيليها أنا خفت خلاص. تخيليها بوضوح. أوكي. كأنها، ما أعتقد هي مذكورة بأي مكان في السوشيال ميديا، أعتقد عندك ما في حد يعرفها إن هي صديقتك في أيام الطفولة، صح؟ فكري. لا، مش اسم بقى كمان، مش كتير سامعين بهالاسم كمان. لا بجد غريبة، ازاي؟ لا انا عايز اعرف ازاي. انت ما فكرتش ان انت تبقى مصارع؟ لا، انا احب ان اكون اشوفها من برا. طب اشوف الدبليو دبليو اي لو انت تكون مصارع. حلو السؤال صراحة. سؤال انا ما توقعت. والسؤال جاي لك برضه. قول لي بقى، سمي نفسك ايه؟ انا ممكن اسمي نفسي مو ذا ميزمورايزر. شفتي؟ لمستك. اديني في الاسامي. بس هذا. مو ذا ميزمورايزر. انا حاسه ان انت بتستخدم الاسم ده بس في حاجات تانية. والله. ماشي. حلو الاسم. عجبتني. عم تاخد وقت تفكر لان جاي دوري مش عارف. شفتي؟ هذا دورك في السؤال عادي في الاسم. ميرسي قوي يا جماعة بجد على زيارتكم لسبوت لايت، وبالتوفيق للبرنامج. أنا متأكدة إن هيولع الدنيا. إن شاء الله هنولعها معاكم وولعوها معانا.